بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. ما بعد، طلابي طلاب الصف الرابع الابتدائي بمدارس دار الثقافة الأهلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، ودرس جديد من دروس التوحيد والوحدة الثانية بعنوان العبادة. والدرس الأول العبادة. أبدأ اليوم دراسة الوحدة الثانية وأتعلم فيها العبادة ومن يستحقها وأنواع العبادات، وهذا نشاط أسعد تنفيذه معكم بإذن الله. أبناء الطلاب، سندرس في هذا الدرس تعريف العبادة. قال الله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الله أنعم علينا بنعم كثيرة مثل السمع والبصر والطعام والشراب. لماذا؟ لنستعين بها على عبادة الله وحده لا شريك له. فما تعريف العبادة يا أبناء الطلاب؟ لنسمع سويا. العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نحفظ مع بعض يا أبنائي. العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذا العبادة عبارة عن أقوال وأعمال، وليس أقوال فقط أو أعمال فقط، لأن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذا لا بد الأقوال مع الأعمال. فمن الأقوال مثلا التسبيح. فماذا أيضا مثل التسبيح من الأقوال؟ تستطيع أن تقول ابن الطالب: أعطني مثالا على الأقوال التي يقولها الإنسان وهي عبادة مثل التسبيح. وماذا أيضا؟ نعم أحسنت. التحميد قولك الحمد لله، وتسبيح هو قولك سبحان الله. ومن الأعمال أيضا الصلاة. وأيضا ماذا؟ مثل الأعمال، مثال على الأعمال الصلاة وأشياء كثيرة جدا، أعمال كثيرة جدا بنعملها بجوارحنا أي بجسمنا، مثل الحج أو العمرة، الصيام. طيب، ولكن هذه الباطنة الظاهرة هي أعمال ظاهرة. الصلاة والحج والصيام هي أعمال ظاهرة، ولكن الأعمال الباطنة يعني باطنة أبنائي، يعني هي يكون في داخل الإنسان ولا تظهر. عبادة بس عبادة لا تظهر داخل الإنسان، زي التوكل، التوكل على الله. طيب، ماذا أيضا مثل التوكل؟ أقول أيضا الإخلاص أو الرجاء أو الخوف. كل هذه أعمال قلبية باطنة لا يراها الإنسان. هذا هو تعريف العبادة. أما أركان العبادة فهي: العبادة أركان ثلاثة، هي محبة الله، الخوف من الله، رجاء الله سبحانه وتعالى. العبادة أبنائي عبارة عن ثلاثة أركان: محبة الله وهي الأساس، والخوف من الله، والرجاء في الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن يكون الخوف والرجاء متساويان. فإذا خاف العبد أكثر فهذا كفر، وإذا عمل مكر الله فهذا كفر. إذن الخوف والرجاء لابد أن يكون متساويين. نعبد الله ونحن نحبه ونرجو ثوابه ونخاف من عقابه. يجب علينا أن نعبد الله مخلصين له الدين ولا نشرك به شيئا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا النشاط يا أبنائي، كل فرد يذكر عبادة لا تصرف إلا لله، ثم الذي بعده يذكر ما ذكره صديقه ويضيف إليها عبادة جديدة، والفائز من يتذكر أكثر العبادات التي ذكرها زملاؤه. هذا يتم في الفصل بإذن الله تعالى، أن يذكر أحدكم عبادة ثم يذكر الآخر نفس العبادة ويذكر عليها عبادة أخرى، ويظن إيه؟
وظل هكذا حتى نشوف نرى من الفائز فيكم بإذن الله تعالى. وصف أحد العلماء أركان العبادة المحبة والرجاء والخوف بأنها كالطائر، له رأس وجناحان وجناحان. طيب فما رأيك أنت؟ هذا طار أمامنا وأنا ساعدتك وجبت واحدة منهم. طيب فما رأيك أي الأركان يمثل الرأس وأيه يمثل الجناحين؟ أي تعتقد الرأس يكون إيه؟ يبقى عندنا اثنين، الرجاء والمحبة، أيهما يكون رأس الطائر، الرجاء أم المحبة؟ نعم المحبة هي رأس الطائر، هي الأساس، ثم يأتي بعد ذلك الجناحان هما الخوف والرجاء. أحسنت. ماذا يحصل للطائر عندما يضعف أحد الأركان؟ لو الجناح هذا ضعف أو الرأس الطائر ضعف أو الجناح الآخر ضعف، ماذا يحدث لأي طائر؟ أي طائر ماذا يحدث له؟ نعم لا يستطيع الطيران. هذا نشاط يا ابنائي بالتعاون مع مجموعتي، نرتب هذه الكلمات حتى نحصل على التعريف الصحيح للعباد. وهل عملنا بطريقة أخرى حسب ما هو متاح، سنرقم الكلمات لنصل إلى التعريف الصحيح للعباد. فالصفحة التي مضت فيها تعريف العبادة وقلت لكم أن تحفظوها يا أبنائي. إذا الآن سنختبركم في تعريف العبادة. أول كلمة ما هي أول كلمة؟ العبادة هي كل ما، كل نعم ما يحب، ها أقول ولا أقول أنت؟ قل أنت يا ابني، قل أنت يا بني، كل ما نعم يحبه، ها الله نعم ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا هو تعريف العبادة يا أبنائي كما درسناها في الصفحة الماضية، ولابد أن يحفظ حفظا جيدا. كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا النشاط السري، الصفحة بأكملها تكون واجب منزلي إن شاء الله، نراه في الفصل بإذن الله تعالى. لقدر الله لنا اللقاء والبقاء. النشاط أربعة يقول لك اطلب من ابنك أو بنتك أن يعدد أنواع من العبادات، يعني كل عبادات سواء قولية أو فعلية، تسبيح، تهليل، تحميد، صلاة، صيام، ذكر الله، كل هذه أسماء عبادات قولية وفعلية. أتشارك مع أسرتي في ذكر مجموعتي من العبادات الظاهرة والباطنة، نفس الكلام يعني من أنواع العبادات. خلاص وهذا الواجب منزلي في المنزل بإذن الله تعالى. أحبابي الطلاب وأبنائي الأعزاء، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم على أمل اللقاء بكم في درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أستاذ هاني خطيب.